حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، اليوم لا زال إعصار ميلتون يضرب ولاية فلوريدا بقوة عنيفة جدا، حيث بلغت سرعة الرياح 270 كيلومتر في الساعة الواحدة. اليوم سنجيب عن هذه الأسئلة، لأن أي ظاهرة طبيعية كما نرى أمامنا وهي مدمرة ينبغي أيها الأحبة أن نعتبر منها، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، عبرة لأولي الألباب. فكل هذه الظواهر من حولنا والتي نراها تضرب، مثل الأعاصير، التسونامي، الفيضانات، الدمار الذي يحصل بما فيها الحروب التي تحصل، ينبغي أن نتعلم منها، ينبغي أن تكون عبرة لنا، لأن هذا نوع من العذاب أرسله الله على قوم عاد، حيث أهلكهم بريح صرصر عاتية. السؤال أيها الأحبة الذي سنجيب عنه هذه الليلة وأنا أتحدث معكم الآن، هناك مشاهد مدمرة تحدث في هذه الليلة أو في هذا الوقت. هناك أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في الظلام في ولاية فلوريدا، انقطعت عنهم الكهرباء. هناك دمار بأكثر من 100 مليار دولار، ولا زال الإعصار يدمر ويضرب. هناك ضحايا أيضا. طيب، السؤال الذي سنجيب عنه اليوم، هل هذا الإعصار هو عذاب من الله؟ هل هو عقوبة وعذاب؟ هناك بعض المقالات صدرت اليوم يقولون إنه مصطنع بسبب التجارب التي تقوم بها أمريكا في مجال الطقس والمناخ وما يسمى بالغيوم الاصطناعية وغير ذلك. أيضا سنجيب عن هذه النقطة. النقطة الثالثة التي سنسهر معها اليوم، ما هي العبرة من هذا الإعصار؟ يعني لماذا؟ هل هو شيء طبيعي عشوائي فوضوي لا يميز، أم هو رسالة من الله ينبغي أن نقرأها، رسالة عملية؟ انظروا كيف يضرب بعنف هذه البيوت، تنخلع من جذورها. انظروا كيف تنخلع، سيارات تنقلب. هذا مركز الإعصار، هنا دوامة مدمرة تسير بسرعة هائلة وتضرب هذه المباني وتضرب هذه الأحياء والمنازل والعقارات وكل شيء. وأخيرا سوف نتحدث عن نقطة مهمة، عن دراسة قام بها الأمريكيون أنفسهم يتنبؤون من خلالها بزوال أمريكا، وأنا سأعرض أمامكم الدراسة وسنتحدث لماذا أمريكا تسير باتجاه الزوال. وهذا قول عدد من كبار البروفيسورات في أمريكا، يقولون نحن نسير باتجاه الزوال بسبب كثرة الظلم والحروب والفارق الكبير بين الأغنياء والفقراء، وبسبب عدم توزيع الثروة بشكل عادل، وهو أكثر ما يؤدي لانهيار أي حضارة. أيها الأحبة، لا شك أن هذا نوع من العذاب. وقبل قليل، يعني قبل أن أتحدث معكم الآن، الرئيس الأمريكي قال بالحرف الواحد نحن في الجحيم. بالفعل يعني هذا الدمار، وهناك حرائق أيضا حدثت، وهناك منازل اقتلعت من أماكنها بشدة، هناك أناس فقدوا أحباءهم، هناك أناس فقدوا بيوتهم، منازلهم، أعمالهم. هذا نوع من العذاب يجب أن نعترف أيها الأحبة. هنا أتذكر معكم آية الله تبارك وتعالى يقول فيها عن أولئك المتكبرين. واليوم لا شك لا أحد يشك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الاستكبار في الأرض. من الذي يدمر الآن في بعض دول العالم الإسلامي؟ من الذي يدمر في مناطق من فلسطين ولبنان؟ من الذي يرسم المؤامرات ويقسم الشعوب وينهب ثرواتها؟ رقم واحد هو أمريكا طبعا، والغرب وبعض الدول المتحالفة معهم، فظنوا أنهم بمنأى عن عذاب الله. يعني اليوم أمريكا تمتلك أحدث أسلحة متطورة، وتمتلك تكنولوجيا هائلة جدا، وتمتلك الذكاء الصناعي. طيب، كل هذه الوسائل وكل هذه الأسلحة وكل هذه الإمكانيات، التكنولوجيا الرقمية، يقفون عاجزين أمام هذا السلاح الإلهي.
وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب ما هذا السلاح حقيقة؟ هو هواء. تخيل يعني ليس فيه قنابل نووية وليس فيه أسلحة موجهة بالليزر، وليس هو مجرد ريح، ريح فيها عذاب أليم كما قال تبارك وتعالى. لذلك أنا بالنسبة لي كإنسان، لا أريد أن أتحدث عن نفسي كمؤمن أو غير مؤمن، كإنسان عندما أرى منطقة تدمر أنا تحركني إنسانيتي أن أتساءل، طيب ما الذي يمنع أن يحدث هذا الإعصار في أي مكان؟ ما الذي يمنع أن يحدث زلزال في أي مكان؟ بالأمس هناك طوفان ضرب ليبيا، وزلزال ضرب المغرب، وقبله زلزال في سوريا وتركيا، وقبله في مكان آخر، وقبله. إذن كثرة الزلازل والكوارث هذه من علامات اقتراب الساعة. يجب أن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث يتنبأ أو ينبئ به عن أحداث يوم القيامة، قال سوف ترون أمورا عظاما لم تكونوا ترونها أو تسمعونها، أو حتى يعني الإنسان لا يتوقع حدوثها، ولم تحدثوا أنفسكم بها. يعني من كان يتخيل ولاية كبيرة مثل فلوريدا دوامة هوائية يدمر كل هذه التكنولوجيا وكأنها علب كرتونية؟ أنا شاهدت مشاهد سيارات تطير في الهواء، أشجار تنقلع من جذورها، دمار سبحان الله، والسلاح هو الهواء. هذا الغريب، يعني هذا الغريب أن جنود الله سبحانه وتعالى عبارة عن هواء أو هزة خفيفة أرضية أو موجة، أصلا موجود للبحر موجة تبتلع ربما مئات الآلاف. فإذا أي ظاهرة مدمرة هي نوع من أنواع العذاب. ماذا يقول تبارك وتعالى؟ يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ هل عشوائيا؟ لا، لعلهم يرجعون. إذا أيها المستكبر ارجع عن تكبرك، ارجع عن طغيانك، ارجع عن غرورك، فالله يناديك ويقول لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا أحبتي في الله، الحرب التي تشنها أمريكا على بعض دول العالم الإسلامي بهدف تمزيقه لا شك في ذلك، وإثارة الفرقة، وبالنتيجة نهب الثروات. طيب الله ليس بغافل عن ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يرسل قنابل نووية، يحاربهم بهذه الدوامات الهوائية التي هي عبارة عن لا شيء، هواء. انظر انظر انظر، يعني رئيس أمريكا، أنا تعجبت والله اليوم عندما قرأت على موقع أتصور CBN نيوز يقول هذا هو الجحيم بالحرف الواحد، وأمريكا كلها مستنفرة لأن هناك محلات تجارية دمرت، عشرات الآلاف من المنازل اقتلعت وكأنها لم تكن، كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنها لم تكن، قطع الماء والكهرباء عن ملايين الأشخاص، فيضانات عارمة أغرقت العديد من المناطق، وهناك أناس يغرقون الآن في هذه اللحظة. تضررت الصناعة والزراعة والسياحة وغير ذلك. كذلك بمجرد دخول العاصفة قتلت 16 إنسانا مباشرة، ومن نتيجة يقولون هناك خسائر فادحة وبخاصة المناطق الساحلية لأن هذا الإعصار جاء من البحر، فهو يدخل ويجرف كل ما يصادفه في طريقه، تدمر كل شيء بإذن ربها. فطبعا أيها الأحبة، الإنسان ينبغي أن يعتبر، حتى نحن كمسلمين أو نحن المسلمون يمكن أن نصاب بمثل هذا الأذى، والزلازل ليست ببعيدة عنا، والحروب ليست ببعيدة عنا. لذلك الحل هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحل أخي الحبيب هو أن ترجع إلى الله عز وجل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هذا الإعصار طبيعي أم مصطنع؟ الحقيقة قرأت بعض المقالات يقولون إن التجارب التي تقوم بها أمريكا على المناخ للسيطرة على المناخ طبعا بسبب الاستكبار. أنا أتذكر قوم عاد عندما أنبأ عنهم القرآن وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. انظر معي أخي الحبيب، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إذا قرأت لبعض الملحدين في أمريكا والغرب بعض الكتابات يقولون نحن إله الكون والعياذ بالله،
نحن الذين سنتحكم بالمناخ، سنتحكم بالأرض، سنتحكم حتى بالفضاء. طيب هذا مثال أخي الحبيب، انظر معي، مثال بسيط. الإعصار ما هو علميا؟ هو عبارة عن رياح دوامة هوائية بسبب ظروف مناخية معينة تلتف حول نفسها وتشكل هذا الإعصار الذي يقتلع أي شيء يصادفه ويدمر أي شيء، وتتحول هذه الأشلاء إلى شظايا مثل القنابل. على فكرة الذي يعيش في هذا الإعصار كأنه في حرب، هناك قنابل تقذف في كل مكان. أليس الله هو أشد قوة من البشر؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فإذا ينبغي أن نعترف بضعفنا. الله تبارك وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا. فهم في مسيرتهم أن يصنعوا الغيوم قالوا صنعنا المطر، وهم لم يصنعوا شيئا على فكرة. هم يرشون فقط ما يشبه ذرات الطحين أو الإسمنت أو الملح، فتتجمع قطيرات الماء حولها وينزل المطر بإذن الله. هم لم يخلقوا الماء ولم يخلقوا أي شيء، هم فقط وضعوا هذه النويات التكثيف، يرشونها في الجو ثم يقولون نحن أنزلنا المطر. لم ينزلوا شيئا. حاولوا فعلا، يعني في أمريكا هناك محاولات للسيطرة على المناخ واستخدام الأعاصير كسلاح، ولكن الله لم يمكنهم من ذلك ولن يمكنهم بإذن الله. لماذا؟ لأن هذه جنود لله، والله تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أخي الحبيب لم يستطيعوا أن يتحكموا حتى بالمطر، فقط هم قاموا برش بعض الذرات من أو جزيئات من المواد، أملاح وغير ذلك، التي سرعت إنزال المطر. هذا كل ما في الأمر. حاولوا التحكم بحركة الرياح على الأرض، فشلوا. حاولوا التحكم بحركة الأمواج، فشلوا. فلذلك وخلق الإنسان ضعيفا. فمن يقول إن هذا الإعصار مصطنع أو نتيجة تجارب، لا لا، هو أعلى بكثير من قدراتنا اليوم، من قدرات البشر. لذلك اليوم تقف أمريكا الدولة العظمى، أقوى في العالم كما يقولون، وأنا أظن أن مثل هذه الدولة أوهن من بيت العنكبوت. الله أعطانا مثالا لنعتبر. يقول لك لا يغرنك هؤلاء، التكنولوجيا لديهم والقوة، يقولون سندمر أي مكان نصل إليه في الشرق الأوسط. وسمعتم تصريحات كثير من المسؤولين في إسرائيل وأمريكا، سنصل إلى أي مكان، سنفعل كذا، وهم يقفون عاجزين أمام دوامة هوائية. سبحان الله. لذلك هنا الله تبارك وتعالى ينبهنا ويقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. نتذكر ونعتبر. من هنا أيها الأحبة نقول إنهم حاولوا التحكم فيما يسمى بموضوع الزلازل أو إحداث موجات تسونامي أو التحكم بالمناخ، بحيث أنهم يستخدموا ما يسمى بالسلاح المناخي أو سلاح الطقس، يشكلوا إعصارا لتدمير بلد ما مثلا، ولكن الله لم يمكنهم، وكما قلت لن يمكنهم، لأن هذه الظواهر أصلا يصعب التنبؤ بها، فكيف يخترعها الإنسان أو كيف يسيطر عليها؟ لذلك هذه النقطة أحببت أن أوضحها لكم، وأن هذه الظاهرة طبيعية وليست عشوائية، موجهة من الله. المسلمون يجب أن نعتقد أن الله صادق عندما قال ومن أصدق من الله قيلا، عندما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر كل شيء، مقدر كل شيء، محسوب عند الله، كل في كتاب مبين. هذا الإعصار مكتوب عند الله قبل أن يخلق الكون على فكرة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال ماذا أكتب يا رب؟ قال أكتب كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب أيها الأحبة، ولكن نحن نسأل هذا السؤال، وهي النقطة الثالثة التي نود أن نتحدث عنها اليوم. ما هي العبرة من هذا الإعصار؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لا تأخذك العزة بالإثم أيها الإنسان،
ارجع إلى ربك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن من علامات الساعة أن تكثر الزلازل وأن تروا أمورا عظاما، يعني من كان يتصور اليوم ونحن جالسون الآن على بعد آلاف الكيلومترات نرى ما يحدث في أمريكا؟ من كان يتصور هذا الأمر، هذا التطور العلمي؟ لذلك العبرة هنا أن الله عز وجل أهلك الكثير من الأقوام بذنوبهم. أهلك عاد بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ طبعا ثمود هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى، عذبهم الله بصاعقة ومضت برق قوية أحرقتهم فحولتهم إلى ما يشبه كهشيم المحتضر، تحولوا إلى فتات، مزقهم الله صيحة وبالصاعقة. ونحن نعلم اليوم هناك ما يسمى بالأسلحة الصوتية، لأن الإنسان فوق شدة صوت معين، ديسيبل معين، يتمزق جلده من شدة الصوت. هذه الصاعقة أو الصيحة أرسلها الله على بعض الأقوام فأهلكهم بها. هناك أقوام مثل فرعون والعياذ بالله، على الرغم من تكبره وعلى الرغم من أنه قال يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، انظروا إلى هذا الاستكبار، وإني لأظنه كاذبا. كيف أهلكه الله؟ بشيء مشابه ولكن ليس بالهواء، بالماء. انظر أخي الحبيب، أنا هنا يعني خطرت ببالي عبرة، أنا أول مرة أفكر بهذه الطريقة. أهم عنصر بالنسبة للإنسان ما هو؟ الهواء، الأكسجين، والعنصر الثاني هو الماء. فهو لا يستطيع أن يعيش بدون ماء أو هواء. معظم الأقوام أهلكهم الله بالماء والهواء، بالهواء، بالريح الصرصر التي هي عبارة عن دوامة هوائية عنيفة تسمى الإعصار. والماء أهلكهم بالغرق، أغرق الله فرعون وقومه وهامان وكل المستكبرين، أهلكهم بالماء الذي هو عنصر ضروري للحياة. فتخيل أن أهم نعمتين أنعم الله بهما علينا وهما الماء والهواء، هاتين النعمتين ينقلبان إلى عذاب وموت وهلاك إذا لم تشكر الله وترحم عباد الله. لا يظن الإنسان، والله أيها الأحبة، لا أحد يظن أنه بعيد عن قبضة الله، لا أحد يظن أنه بعيد عن سمع الله وبصره، وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والله كل طفل قتل ظلما في فلسطين، في سوريا، في كل مكان، في كل مكان من العالم، حتى لو كان غير مسلم، ما دام قتل ظلما، والله إن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن هؤلاء الظالمين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. العبرة التي أود أن أتحدث معكم هنا فيها، هل يجوز أن نشمت بهذا الدمار؟ لا، المؤمن لا يشمت، يأخذ العبرة فقط. هل نحب الدمار للآخرين؟ لا، حتى ولو اعتدوا علينا لا نحب لهم الشر، لأن النبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال واعفو عمن ظلمك، هذا درس نبوي، واعفو عمن ظلمك. من أساء إلينا نعفو عنه، لا نتعامل بالمثل. فهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج المسلم الذي يريد أن يتبع خلق النبي. نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن ينفعنا جميعا بهذه الحقائق وهذه المشاهد. والله أيها الأحبة، هذا شيء بسيط جدا وشيء لا يذكر من قدرة الله وقوة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. الله بإمكانه أن يدمر الكون بكلمة كن فيكون، ولولا رحمة الله بالعباد لقضى على الأرض ومن فيها، ولكن الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.